صبحكم الله بالخير مشاهدينا، صباح تحيا فيه الأماني لتحقيق الأمنيات، صباح الفرح والسعادة الممزوجة بالتفاؤل لتجعل يومنا يبدأ بكل إيجابية. ونجدد لقائنا فيكم بمواضيع وضيوف وفقرات جديدة تثريكم بالكثير من المعلومات. إذا مشاهدينا أحب أذكركم أنه بإمكانكم متابعة هذه الحلقة وجميع حلقات برامج قناة الشرقية من كلباء وأيضا قنوات هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون عبر تطبيق مرايا. إذن ومن هنا ننتقل معكم للتعرف على أهم عناوين حلقتنا لليوم. جولة أسبوعية في سوق السمك بمدينة خورفكان. طرق الوقاية من ضربات الشمس عند الأطفال. وأخيراً الأخطاء الشائعة في الصالات الرياضية. هذا بالإضافة للكثير من الفقرات والتقارير والجولات السياحية، فنتمنى لكم ساعة من المتعة والفائدة برفقتنا. إذا مشاهدينا من بعد ما تعرفنا على عناوين حلقتنا لليوم، نود أن نستهل هذه الحلقة باطلاعكم على آخر الأخبار المحلية المتعلقة بإمارة الشرقة وجولة سريعة لأهم الأخبار في صحفنا المحلية لليوم، ونبدأها من صحيفة الخليج. طرق الشرقة تنجز تطوير شارع سلطان بن صقر القاسمي. وفي تفاصيل هذا الخبر، أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في الشرقة أعمال تطوير شارع الشيخ سلطان بن صقر القاسمي ورفع كفاءته في الاتجاهين بين ميدان راشد بن محمد بن خادم وميدان الشيخ عبد الكريم البكري، وافتتاح الشارعين أمام حركة المركبات ضمن مشاريع الهيئة التطويرية وفق خطط وجداول زمنية لإرساء بنى تحتية تحقق تطلعات مرتادي الطرق في الإمارة بتوفير طرق بمواصفات قياسية عالمية. وجرت أعمال تطوير الشارع الرئيسي الواقع بين منطقتي النباعة وبطينة في الشارقة، الذي يعد من ضمن الطرق الحيوية في الإمارة، بإغلاق حركة السير أمام المركبات على المسارين المؤديين من ميدان الشيخ عبد الكريم البكري باتجاه ميدان راشد بن محمد بن خادم لحين إنجازه وإعادة فتحه، تبعها إغلاق المسارين الموازيين من أجل رفع كفاءة الطريق بعد تآكل الطبقات القديمة. وشملت عملية التطوير إزالة كاملة للطبقات الأسفلتية القديمة واستبدلها بأخرى حديثة بها بمواصفات قياسية ومعايير ذات جودة عالية. ضمت تنفيذ أعمال التسوية للطريقين، حيث شاركت في عمليات التطوير آليات حديثة دشنت أخيرا لتخدم الكفاءة التطويرية لحزم مشاريع الهيئة في صيانة الطرق التي رصدتها في مختلف مدن الإمارة ومناطقها، محققة الارتقاء بمستوى الخدمات في تطوير طرق الإمارة. وانتقالا إلى الخبر الثاني من صحيفة الاتحاد، استمرار المشاريع واحتواء الأزمات في الدولي للاتصال الحكومي 2022. تشهد فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2022 في دورته 11 التي تقام في 28 من سبتمبر الجاري بمركز إكسبو الشارقة جلستين رئيسيتين تحت عنوان الأزمات الاقتصادية بين الاحتواء الإيجابي والتكيف السلبي، وأيضا انعكاسات الاتصال العمومي على المشاريع الناشئة. يشارك فيهما نخبة من المسؤولين ورؤساء الشركات والتنفيذيين وأصحاب الاختصاص. وفي المنتدى الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشرقة تحت شعار تحديات وحلول، يطرح المشاركون في الجلستين رؤاهم عن الفرق بين السيطرة على الأزمة وعكس مسارها، وأيضا التكيف القائم على التأقلم مع معطياتها ومحاولة الحد من آثارها، بالإضافة إلى قضية استمرار المشاريع الناشئة وحاجتها إلى أسس فكرية ومعرفية تدعم عملها، وأهمية تحفيز الشباب على دخول عالم الاستثمار مع الحرص على الاستفادة من الفرص التي تترافق مع الأزمات.
وانتقالا إلى الخبر الأخير من صحيفة الإمارات اليوم، وفي تفاصيل هذا الخبر: الشارقة تطلق جائزة عالمية جديدة للعاملين في حقوق النشر، حيث أطلقت هيئة الشارقة للكتاب جائزة الشارقة لحقوق النشر، وستعلن الفائزين بها في فعاليات الدورة 12 من مؤتمر الناشرين الذي يعقد قبل انطلاق معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022. وتهدف الجائزة إلى دعم خبراء حقوق النشر وتعزيز فرص نمو أعمالهم. تتضمن فئتين: الأولى مخصصة لخبراء بيع وشراء حقوق الترجمة في دور النشر، والثانية للمهنيين المستقلين والعاملين مع وكالات متخصصة ببيع حقوق الكتب للناشرين ومانحي التراخيص. وقال رئيس الهيئة أحمد بركاض العامري: يؤدي خبراء حقوق النشر دورا محوريا في حماية رأس المال الفكري للكتاب المبدعين من أي انتهاكات ومخالفات واستخدام غير مصرح به، إضافة إلى تمكين الكتاب من العمل بحرية وتعزيز أعمالهم الإبداعية. وأضاف: على مدار الأعوام الماضية حرصنا على وضع بيع وشراء حقوق النشر والتوزيع والترجمة في صلب أنشطتنا تجسيدا لدورها الفاعل في تعزيز صناعة النشر، واليوم نتطلع لأن تكون الجائزة إضافة نوعية للجهود الثقافية الكبيرة التي تقودها الشارقة على المستوى المحلي والدولي، وتعزز البيئة الإبداعية في الشارقة، وأيضا تسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة ودورها في تحفيز الصناعات الإبداعية عالميا. إذا مشاهدينا، بعد هذه جملة الأخبار المحلية المتعلقة بالإمارة الباسمة إمارة الشارقة، ننتقل بكم إلى أخبار الطقس لنتعرف على درجات الحرارة وحالة الطقس في هذا اليوم في المنطقة الشرقية وباقي مدن دولتنا وإماراتها. يا مرحبا بكم مشاهدينا من جديد، وما زلنا مستكملين معاكم هذه المجلة الصباحية المتنوعة والثرية. وبما أن أجواءنا الصباحية لليوم مبشرة، فكاميرة برنامج صباح الشرقية متواجدة أيضا في المنطقة الشرقية لترصد لنا جماليات هذه المنطقة والأجواء. والآن نترككم مع أجواء وادي الحلو. تابعنا معكم مشاهدينا جماليات هذه المنطقة اللي هي منطقة وادي الحلو، بحيث أننا نحن أيضا هذه رسالة منا بزيارة هذه المنطقة والاستمتاع بأجمل اللحظات والأوقات فيها. إذا مشاهدينا، ما زلنا مستكملين هذه المجلة الصباحية، أما الآن ننتقل معكم إلى زميلنا جاسم المراشدة في سوق السمك
بمدينة خرفكان لنطلع على أهم الأسعار والأنواع المتوفرة في السوق لهذا الصباح. دعونا نتابع جاسم ثم لنا عودة. شكرا زملائي في الاستديو، صبحكم الله بالخير مشاهدينا الكرام. نفس ما عودناكم في كل أسبوع ناخذ وياكم جولة في السوق، واليوم متواجدين في سوق السمك في مدينة خرفكان بنتعرف على الأنواع الموجودة لهذا الأسبوع وأسعارها عندهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو عندك اليوم من السمك؟ اليوم سمك سالفي، شيري، في كوفر، في سولي، في أمازون سي باس، في روبيان، في سوبريم. ما شاء الله، عندك الصال على كم؟ صال واحد كيلو 25 درهم. الصال الكيلو على 25 درهم. وعندك بعد الكوفر، الكوفر على كم؟ كوفر كيلو 30 درهم. الكوفر كيلو 30. وعندك السولي. السولي على كم؟ سولي واحد كيلو 20 درهم. السولي الكيلو على 20 درهم، يعني هذه الحبة على كم راح تكون؟ هذا واحد واحد كيلو. تقريبا كيلو. تقريبا 20 درهم. عندك بعد هنا الهامور، الهامور على كم؟ هذا واحد كيلو 30 درهم. الكيلو على 30 درهم. عندك بعد هنا الامازون، الامازون على كم؟ امازون هذا واحد كيلو 25. الكيلو على 25 درهم. عندك بعد هناك اشوف العنفلوص والقصقوص، العنفلوص على كم؟ سوى واحد ب 15 درهم. الحبة على 15 درهم. والقصقوص؟ واحد ب 25 درهم. الحبة على 25 درهم. وعندك بعد هناك ال هذا بولتي. على كم هذا؟ هذا كيلو 15. الكيلو على 15 درهم. عندك بعد هنا السبريم، سبريم على كم؟ سبريم واحد كيلو 30. السبريم الكيلو على 30 درهم. وعندك بعد الربيان، ربيان ما شاء الله عندك وايد في أحجام، على كم الربيان؟ الربيان هذا كيلو 40 هذا. الربيان الكيلو على 40. من وين هذا الربيان؟ هذا مال عمان هذا. الربيان من عمان. عندك اغلب السمك هني من مدينه خرفكان؟ مدينه خرفكان هذا. ما شاء الله. بس السبريم شكله من برا. السبريم مال برا، هذا امازون مال برا. الامازون والسبريم من الخارج. مال تركي. من تركيا، ما شاء الله. شكرا محمد. مشكور، حياك الله. طبعا كانت هذه اسعار السمك في مدينه خرفكان، ولكم الكلبه زملائي في الاستديو. كل الشكر لك الزميل جاسم على هذه الفقرة وهذه الوصلة في سوق السمك بعروس الساحل الشرقي مدينة خرفكان. إذا مشاهدينا هذه الفقرات من ضمن الفقرات الأساسية في برنامج صباح الشرقية، بحيث أن كل يوم اثنين وأربعة يكونون الأخوة المراسلين موجودين في سوق الخضروات والفاكهة إلى جانب الأسعار، بحيث أن يعرضوا لنا الأنواع المتوفرة وأسعارها لكل يوم. إذا مشاهدينا، وانتقالا إلى موضوع آخر، ندرك جميعا أهمية الجسم أو الشمس حتى للجسم. تعد المصدر الطبيعي والرئيسي للدفء وإنتاج فيتامين دال، ولذلك فإن تعريض الطفل للشمس يعد أمرا ضروريا، ولكن مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب المخاطر والأضرار التي يمكن أن يسببها التعرض للشمس دون حماية. وفي هذه الفقرة اخترنا لكم الدكتورة إيمان جمال الخليلي استشاري طب أطفال لتجيب على بعض التساؤلات التي تتردد حول فائدة وأضرار أشعة الشمس على الأطفال في مختلف أعمارهم. صباح الخير دكتورة. صباح النور، يا هلا فيكي. حياك الله ويانا في برنامج صباح الشرقية. هلا وسهلا فيكم، شكرا لاستضافتك. تفضلي. اليوم موضوعنا مهم. اول فكرة، تراود الامهات عند لعب اطفالهم بالشمس وهي اضرار الشمس. تمام. بداية اليوم خلال الدكتورة ايمان بنتعرف على اضرار ومنافع الشمس بالنسبة للاطفال بالتحديد. طيب خلينا نبلش نحكي بالجانب الايجابي. نعم. إذا بتحب عن منافع الشمس، ضرورية تكوين فيتامين دي في الجسم، يلي هو له دور أساسي في المناعة، في نمو العظم، حتى في نمو الجهاز العصبي. نعم. عند الطفل هيك التعرض للشمس يعني لوقت معين وبساعات معينة بيأمن الكمية الكافية من فيتامين دي. إذا بدنا نحكي عن الأضرار تبع التعرض لأشعة الشمس، الأضرار تعرض أشعة الشمس ممكن تسبب حروق جلدية، ممكن تسبب تعب وإجهاد حراري، وممكن نوصل لدرجات أشد يلي هي ضربة الشمس. عشان هيك لازم نعرف بأي وقت لازم نعرض أطفالنا وكم الوقت وشلون نحميهم من الأضرار الناجمة عن أشعة الشمس. نعم. طيب دكتور، يعني شو رأيك نبدأها من البداية؟ خلينا نتكلم عن الطفل الحديث،
يعني وخاصة المصاب ببصفار دكتورة، يعني يقولون للدكاترة أن عرضوا هذا الطفل لأشعة الشمس، مثل ما ذكرتي اختيار الوقت المناسب أيضا مهم لهذا الطفل، فمتى نعرض هذا الطفل لأشعة الشمس؟ الوقت المناسب لتعريض الأطفال بشكل عام لأشعة الشمس الساعات اللي ما فيها أشعة شمس حادة مباشرة، يعني أوقات النهار بالصباح الباكر والمساء قبل المغيب. يفضل تجنب الساعات من بين الساعة 10 صباحا للساعة 4 مساء. من 10 للساعة بتكون أشعة الشمس حادة قوية، ممكن تسبب أضرار أكثر من الفائدة. نعم. ما عدا ذلك تعريض الطفل من 30 دقيقة، من 30 دقيقة لحد ساعة، ل 60 دقيقة. بهذا الوقت بيحصل على الكمية الكافية من أشعة الشمس لتكوين فيتامين دي بجسم الطفل. بالنسبة للطفل حديث الولادة طبعا، بس هو موضوع الصفار شوي اللي هيك نقطة تعليق، يعني أشعة الشمس ما لها علاقة بإنقاص الصفار عند الطفل، ما لها علاقة، لكن هي لا ما لها علاقة، هي فكرة شوي فكرة خطأ يعني شائعة في المجتمع. أشعة الشمس ما لها علاقة بالصفار، الصفار موضوع قناة الكبد تشتغل تروح الصفار إن شاء الله، لكن موضوع أشعة الشمس تساعدنا بجوانب ثانية عند الأطفال. فالطفل حديث الولادة هي ضرورية لفيتامين دي يلي نحن نعطيه كإضافات، لأنه أحيانا صعب يتعرض الطفل لأشعة الشمس. نعم. عي لماذا هنالك مقولة خاصة من قبل الأطباء، يعني دكتورة، عرضوا الأطفال لأشعة الشمس وخاصة الأشعة اللي تكون في الصباح الباكر، فهل ممكن عامل مساعد؟ عامل مساعد للطفل حديث الولادة حضرتك عم تعني؟ لا، البصفار أقصد، يعني حتى دائما الدكاترة والأطباء ينصحونا بأشعة الشمس. ضروري لنواحي ثانية، لكن الصفار بالذات هذا ما لها علاقة، هاي من المعتقدات الخاطئة يعني. نعم تمام. والاسفرار بالذات ما يستفيد على أشعة الشمس ولا أشعة النيون، في له أشعة معينة لونها أزرق تستخدم بعلاجه أو تخفيف الصفار اللي نستخدمها نحن في المستشفيات. طبعا أغلب حالات الاسفرار هي خفيفة وبتروح الجسم بيتخلص منها يعني بشكل عفوي بدون أي تدخل طبي، الحالات الشديدة تستدعي دخول المشفى. بس ما عدا ذلك يعني أشعة الشمس بتفيد بجوانب أخرى، لكن هي ما لها علاقة بالاسفرار. نعم، ذكرتي دكتورة يعني الحذر من كون هذا الطفل تحت أشعة الشمس من الساعة 10 تقريبا صباحا ولحد الساعة 4 مساء أو عصرا، لكن هل هنالك في أشهر ممكن أيضا تكون أكثر خطرة من أشهر أخرى؟ مثل ما نعرف أن فصل الصيف عندنا يونيو يوليو أغسطس، هذه من أشد الأشهر حرارة، فهذه يعني ممكن أيضا ساعاتها تكون مختلفة عن الأشهر الأخرى؟ صح، أشعة الشمس مركزة، الحرارة أكثر، حتى الصراحة مش بس أشعة الشمس، أشعة الشمس مع الرطوبة قد تسبب أضرار أكبر، ليس كحروق جلدية لكن كتعرض لضربة الشمس. يعني هاي أشهر شهر 7 و8 تصير فيها، 6 و7 و8 تصير فيها ضربة الشمس منتشرة بشكل أكبر. طبعا الأطفال الحمد لله بيكون ما في مدرسة، فهاي الشغلة يعني أوكي، لكن لما بيطلعوا حدا على البحر ممكن يعني بدهم معينة وبدهم سوائل أكبر عن طريق الفم مشان نتجنب هاي الأضرار. بالأشهر بهذا الوقت من السنة بتزيد الإصابة بالحروق الشمسية وبأمراض التابعة للشمس اللي هي ضربة الشمس أو ضربة الحرارة. نعم، نتحدث عن الحروق الجلدية، كيف ممكن أيضا لولي الأمر تفرقة الحروق الجلدية من غيرها من الأمراض الجلدية دكتورة؟ بتكون أول شيء القصة، الطفل تعرض لساعات طويلة لأشعة الشمس بدون واقي شمسي. طبعا واقي الشمس حسب شدة أشعة الشمس ممكن يكون بنسميه نحن الـ SPF 15 أو 30 حسب التعرض، يعني ساعات التعرض يعني ساعات التعرض وأي فترة من النهار يعني، وقد نحتاج إعادة تطبيق واقي الشمس. فلو الطفل تعرض بدون واقي شمس، بدون أي شيء يحمي ملابس قبعة من أشعة الشمس فترة النهار اللي فيها أشعة الشمس حادة، ولاحظوا عليه بعدين إحمرار في الجلد، ألم، فهذا على الأغلب هون شخص حرق بأشعة الشمس. له درجات وعلاجه قد يكون بسيط،
الأهل يعني مثلا يحطوا كريمات مرطبة، طبعا ما تخون الكريمات اللي فيها فازلين أو جليسيرين اللي هي بتشكل طبقة سميكة على الجلد. يغسلوا بالمي، يغسلوا بالمي. طبعا أكيد أهم فقرة بالموضوع إنه نزيل التعرض، لازم نحمي الطفل على أسبوع بدون تعرض لأشعة الشمس مشان الحرق ما يزيد يعني. نعم وفي الحالات الشديدة أفضل مراجعة الطبيب، هو يكتب على العلاج. نعم نتحدث دكتورة عن كريم واقي الشمس، هذه من ضمن أيضا الأمور المهمة، ممكن في بعض الأحيان ما يستحبها هذا الطفل اللي هو هذا الكريم اللي هو واقي الشمس، فلو نتحدث متى ممكن للأم إدخال هذا الكريم لهذا الطفل؟ هل من السنوات الأولى؟ هل من عمر معين؟ هل هنالك أيضا من مواصفات معينة أو اشتراطات معينة لهذا الكريم؟ هلا الصراحة هو اختصاص طب الجلدية أكثر من الأطفال، لكن نحن ننصح إذا تعرض لفترة طويلة لأشعة الشمس وبساعات النهار الشديدة طبعا يطبق كريم واقي شمسي على الأقل درجة حماية SPF 15، أفضل 30، أفضل 30. طبعا تكون نوعيات الكواليتي تبعها مش تجارية، نوعيات تكون مضمونة، لأنه في أحيانا نوعيات تجارية بيكتبوا هذا الرقم لكن ما بيكون صحيح. طبعا ممكن إذا استمر التعرض لساعات طويلة ينعاد تطبيق الكريم، لأنه بعد فترة رح يفقد فعاليته. ما نكتفي بكريم الواقي الشمس، لازم الطفل استراحات بين تعرض لأشعة الشمس، يعني ما يكون بس الكريم خلاص نحن نكون مطمئنين إنه ما رح ينضر الطفل من أشعة الشمس مجرد ما طبقنا الكريم. نعم. طبعا من فوق السنتين هو آمن، حتى عند الرضع ممكن نستخدم بدرجات معينة في أنواع معينة للأطفال الرضع الصغار. الحماية لأشعة الشمس ممكن تكون بإعطاء فترة استراحة بين فترات التعرض، إعادة تطبيق الكريم، الملابس تكون خفيفة، تكون واقية لأشعة الشمس، وبنفس قطنية الوقت أيضا ما تمنع دكتورة، يجب ما أن تمنع تكون قطنية. التعرق. قطنية أفضل لأنه هي ما تمنع التعرق، مش نايلون، مش الخيوط المصنعة اللي بتمنع التعرق، بتخلي يصير عندنا مشكلة بتنظيم حرارة الجسم. يعني مش بس مجرد الحرق، طبعا المناطق المكشوفة هي اللي تحتاج لواقي الشمس، والمناطق المغطاة بالملابس أو بالقبعة أو لازم نضمن إنه هي فعلا حاجبة أشعة الشمس، لأنه حتى هاي المناطق ممكن تتعرض لحروق إذا كانت الملابس شفافة أو مو حاجبة أشعة الشمس عن الجلد. في بعض الأحيان يعني يصاب حتى هذا الطفل دكتورة بنوع من الإنهاك، تمام الإنهاك الحراري أو حتى في بعض الأحيان الإغماء، فلو نتحدث أيضا عن تمام هذه النقطة، يعني كيف ممكن أن ولي الأمر يعرف أن هذا الطفل مصاب بإنهاك مو بأنه تعب عادي من اللعب أو حتى من الجهد؟ أثناء التعرض للشمس شعر الطفل بتعب، بلش ترتفع حرارة الجسم. طبعا في بالجسم آليات تنظيم حرارة عن طريق التعرق بشكل أساسي، لازم يكون في سوائل كافية لحتى هاي الآليات تشتغل. بعد التعرض لفترة طويلة لأشعة الشمس ما عاد الجسم قادر من خلال التعرق إنه يخفض درجة حرارة الجسم بالجو شديد الحرارة، فهون بتبلش ترتفع درجة حرارة الجسم، الطفل بيشعر بالتعب، شنجات في العضلات، ممكن يشعر بشوية بسميها لوعة، يعني شعور بالغثيان. هلا نحن بنحكي عن الحالات الخفيفة، يعني ممكن هون لو تلافينا الأمور أو بلشنا نعطي سوائل، أبعدنا الطفل عن من أخذناه لجو مكيف لجو بارد، أبعدناه عن حرارة الشمس، ممكن يتحسن بدون حتى مراجعة الطبيب. من شوية سوائل، خافضات حرارة، شوية يعني مغاطس بدرجة حرارة عادية أو باردة، ممكن تحل الموضوع بهاي إذا كان واصل لدرجات خفيفة. لو زاد التعرض لأشعة الشمس وما انتبهنا وبدون تعويض سوائل، حتى آلية التعرق هون رح تتعطل، فحيصير الجلد حار جاف، درجة حرارة الجسم ممكن ترتفع لدرجات حرارة عالية جدا توصل ل40 درجة، 40 حتى ممكن 41، ممكن يوصل الطفل لدرجة الإغماء، ولا سمح الله ممكن يوصل لصدمة اللي هي يعني ما بدنا نقول الحالات الشديدة توصل للوفاة، إن شاء الله ما نوصل يعني لهالمواضيع، لكن ممكن نوصل لحالة خطيرة في حال
ما انتبهنا لأعراض ضربة الشمس أو الإجهاد الحراري من بدايته، وما عالجنا الطفل بالعلاج المناسب، ما جميل. عوضنا السوائل، ما خفضنا درجة حرارة الجسم. ممكن يعني دكتورة إيمان هذه الأشياء تكثر في المسابح أو في الأحواض، فلو نتحدث أيضا بما أن الأطفال يقضون ساعات طويلة في بعض الأيام في هذه المسابح، هل هنالك من نصائح معينة يعني يجب أن يتخذها أيضا ولي الأمر بالنسبة لهذا الطفل، من مأكولات، من مشروبات، من أشياء أيضا تكون مساعدة لحماية هذا الطفل؟ صح، حكينا على حماية الجلد، حكينا على القبعات، حكينا على اختيار فترات النهار اللي ما بتكون فيها الحرارة عالية، ما بتكون فيها أشعة الشمس مباشرة. بنحكي عن موضوع معين اللي هو أخذ فترات من الراحة، موضوع بين الأنشطة الرياضية، فترات من الراحة. خلال هاي فترات الراحة نبتعد عن أشعة الشمس، نعطي كمية من السوائل اللي هي مش بس مجرد ماء، يعني سوائل مع أملاح، هي سوائل للرياضات معروفة، يعني اللي بيكون فيها شابه محاليل الإماهة السموية أو محلول الأملاح اللي بنعطيه بحالات الإسهال، هو عبارة عن ماء مع أملاح يعوض اللي فقدها الطفل أو الشخص عن طريق التعرق، مشان ما يدخل بالآثار السيئة للحرارة واللي ممكن تنتهي بالإغماء أو الصدمة. فلو اتبعنا هاي الأمور، إنه نعطي فترات استراحة، نعوض، أهم شيء إعادة السوائل اللي فقدها الجسم، السوائل نعم. والأملاح. وما هو أنسب وقت للعب هذا الطفل دكتورة؟ يعني أيضا لاكتساب الفيتامينات أيضا مثل ما ذكرتي، ونعرف أن الشمس أيضا أو مصدر للعديد من الفيتامينات وأهمها فيتامين دال، فلو نتحدث أيضا عن الوقت المناسب للعب هذا الطفل أو حتى تعرض هذا الطفل لأشعة الشمس. يعني يفضل ساعات الصباح الباكر قبل الساعة 10، وساعات المساء بعد الساعة 4، هذا أنسب وقت. لو كنا يعني اضطرينا في خارج الأوقات، ممكن تكون مثلا المدارس حاطة مظلة، المسبح فيه على الأقل قسم مظلة أو شيء، يعني إنه يحمي من التعرض مباشر لدرجات أشعة الشمس وما تكون درجة الحرارة جدا عالية. فهي الأوقات الأنسب اللي هي الصباح الباكر لحد الساعة 10، والمساء من بعد الساعة الرابعة، هاي أنسب وقت للتعرض لأشعة الشمس لاكتساب الفائدة منها بدون التعرض لمخاطرها. جميل. قبل أن أنهي هذه الفقرة أريد نصيحة لكل ولي أمر، لكل طالب، بما أن مثل ما ذكرتي أيضا لطلاب المدرسة، لكل مدرسة، وأيضا بالنسبة للحافلات، هل هنالك من نصائح معينة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار للحفاظ أيضا على صحة هذا الطالب وهذا الطفل، ولكي يعني يستمد الأشعة النافعة نقدر نقول من الشمس وليست الضارة، وخاصة مثل ما ذكرتي في الأوقات الخطرة بالنسبة لأشعة الشمس؟ أنا أهم نصيحة إنه الطفل يشرب السوائل حتى لو ما كان عنده شعور بالعطش، يعني يتعود الطفل يشرب كمية من السوائل بفواصل معينة، يعني مثلا كل ساعة كل ساعتين، طبعا حسب النشاط البدني حاجة الطفل للسوائل، يتعود يشرب كمية من السوائل اللي تحتوي على الأملاح بفواصل معين حتى في حال عدم الشعور للعطش. ممكن في حال الأطفال بدهم يرجعوا بساعة بساعات الظهيرة، نطلب من الباص يكون في تكييف حتحميهم من الرطوبة ومن حرارة الشمس. شغلة ثانية، ممكن لو بدهم ينتظروا في موقف الباص لفترة طويلة، نستخدم قبعة تكون حامية للرأس وللوجه، يعني الملابس تكون قطنية خفيفة، بس يعني ما نتجاهل أي شكوى من شكوى الطفل. لو رجع الطفل من المدرسة عليه شوية حرارة، في شعور بالعطش، في شعور بالتعب بالإنهاك، نحاول نعطي كميات سوائل نعوضها قبل، يعني ما نتجاهل أي شكوى بيشكيها طفلنا بعد رجعته المدرسة، لأنه ممكن تكون أشعة الشمس هي السبب. نعم دكتورة، بالنسبة للملابس يعني هل هنالك من ملابس معينة يجب أيضا أن تحذر هذا الطالب من لبسها أو ارتدائها، لأن مثل ما نعرف أن هنالك في ألوان معينة تمتص أشعة الشمس، فهل هذا صحيح، الكلام صحيح؟ الألوان الغامقة تمتص أشعة الشمس، ترفع درجة حرارة الجسم أكثر من الألوان الفاتحة. طبعا بالنسبة للملابس القطنية رح تكون أبرد، ورح تسمح بالتعرق،
في الملابس الكتيمة، الخيوط الصناعية يعني النايلون وغيرها، راح تكون ما راح تسمح للجسم حتى بالتعرق مشان يعني كآلية للتبريد. فنحاول تكون ملابس قطنية ألوانها فاتحة فضفاضة شوي يعني على الجسم وليس ضيقة، وبهذه الطريقة إن شاء الله بنخفف من زيادة حرارة الجسم بفصل الصيف. نعم. في الأخير دكتورة إيمان جمال الخليلي استشاري طب أطفال، كل الشكر لك وشكرا على هذه المداخلة اللطيفة وتزويدنا بأهم المعلومات المتعلقة بفوائد وأضرار الشمس، يعطيك العافية. شكرا لك وصباحكم سعيد إن شاء الله. ما تقصرين دكتورة. إذا مشاهدينا بعد ما تعرفنا على فوائد وأضرار الشمس نروح نشوف أيضا أجواءنا الجميلة في المنطقة الجميلة واللي هي منطقة وادي الحلو.